معانا فيديو. مساء الخير. كلام كتير، خلينا نقصر دلوقتي. نسمع اول مشتركة وهي يسرى من تونس. انا يسرى محنوش اللي تحت في الدروج، تفكروني؟ وبش نتيح مرة أخرى نبسم لكم، خاطر أنا مش متعودة على الكعب العالي وأنا قصيرة. ملي أنا صغيرة، ملي عمري 3 سنين طلعت في التلفزة التونسية، وخاطر بابا شاعر وأمي مطربة، بحكم ملي أنا عيش في وسط فني بحث. قبل ما نجي سوبر ستار كنت نقرأ صحافة، في تونس كنت ناكل ونرقد. كنت قاعدة على روحي، جاتني صاحبتي قالت لي أنت برمشي شارك في سوبر ستار، فما برنامج وباش يعملوا كاستينج نهار الفلاني في المكان فلاني. مشيت ثاني يوم، مش حتى اول يوم يعني، ما كنتش في بالي بيه. قبلت وبطلت من الصحافة. وحسيت لي ناحيتي باش تبدل، باش تتغير. انا جاهزة توا للتحدي، جاهزة اني نقدم المستحيل في سوبر ستار، نكسر الدنيا في سوبر ستار. جاهزة انك تكسري الدنيا؟ ان شاء الله. بأني اغنية؟ ان شاء الله بتكسرش على مخي. بأني اغنية؟ اطليل ام كلثوم. يلا يسرى. يا فؤادي يا فؤادي، لا تسل أين الهوى، كان صرحا من خيال اشرب على أطلالي واروى عني طالما الدمع روى، كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوى، لست أنسى وقد أغريتني بفم عذب المنى راقي، ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريب، وبريق يضمه الساري له، أين في عينيك زياك الباري. نحن صرنا سامعينك عدة مرات وعندك مبين كأنك ولدتي باحتراف، كأنك ولدتي بهالشكل، بتروحي مع الأحلام وبتغني بشكل كتير مرتاحة. ان شاء الله بنشوفك دائما معنا بكل الحلقات الباقيه. انا بدي اقول لك يسرى انك استنسخت بنجاح تام ام كلثوم، يعني كانه عم نسمع ام كلثوم من بعد عمرها 50، مع انه انت بعدك اصغر بكثير من هالعمر. حبيت كثير كيف بتشدي على نهايات الاحرف، كيف بتشبع الكلمه،
بالإضافة إلى تمكنك من التقنية تماما، بتأمل أنا شبه أكيد أنك باقية معنا لحلقات لاحقة تنسمعك بس بأنواع تانية من الغناء. أول شيء أعتقد أن البداية كثير طيبة، يعني بما أنك أنت اللي افتتحتي الحلقة فأنا سعيد، لأن أعرف أنه الحلقة بدايتها مهمة. التركيز اليوم كان واضح، أنا أحب الشخص اللي يركز هو شنو يبي يغني وشنو يبي يطلع. أنا شخصيا أتمنى تكونين، ما عندي شيء أكيد طبعا، بس أنا من الناس اللي فعلا أتمنى أنت أن تكونين على المسرح، لأنه أنت فعلا موهوبة وتضيفين للبرنامج من صوت من الأصوات اللي يضيف للبرنامج جمال، فأتمنى أنك تكوني وأتمنى أن الناس تنتبه لصوتك في البداية. شكرا. يسر عليك. أنا بختلف شوي مع فادي بالرأي، أنه مظبوط نحن سمعين الغنية من أم كلثوم، بس اللي أنت عملتيه يعني غنيتيها بشخصيتك أنت، هذا اللي شفته أنا. وكتير مهم التميز، أنه حدا يعطي الأغنية، لأنه نحن أصلا نعرفها، حلو أنه تعطيها نكهة مختلفة عن أم كلثوم، هذا اللي شفته أنا. بهنيك وفاء إن شاء الله. برافو. يسرى، زي ما قلت انت من عيلة فنية، ماما مطربة اسمها حزار حزار، وبابا حزار الاتش اتش وانت حزار، وبابا شاعر فني برضو صح؟ شاعر غنائي. شاعر غنائي. طيب ايه اللي حميزك انت ما بين كل اللي معانا مادام انت من عيلة فنية؟ هما كلهم فنانين، مش انا باش يميزني خاطر من عيلة فنية، نحب نتميز بذاتي مش على خاطر انا معناتها نتبع عائلة معينة ولا. بس ايه اللي حيميزك انت؟ انا شنو باش يميزني؟ يمكن مش باش يميزني، ما يمكن انا متعودة على الفن مليانة صغيرة، يعني نسمع فيه مليانة في بطن امي. غريبة، مع اني كنت عايزاني اضحكك قبل ما تطلعي وقعد عمال تاكلي الرفض. بالطبيعة فماش انسان ما نخافوش ما نجموش نوصله. طيب. مستحيل. ان شاء الله هنشوفك معنا الاسبوع الجاي. عايش ان شاء الله.